لتعتقي الدين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. وإلا ماذا تفعلون ب1200 رواية في تحريف القرآن؟ بينك وبين الله احنا يا مطلب عندنا بعد ب1200 رواية، حتى الغديرة ماكو ب1200 رواية بعد، لماذا أنتم ما تقبلون بتحريف القرآن؟ وليش ما تصيرون أتباع منه المحدث النوري الذي قال شنو بتحريف؟ لماذا؟ لا أقل 200 رواية منها معتبرة سندة، 200 رواية مو رواية وروايتين وعشرين، شو ترسون؟